اتكلم كتير في الفنيات، حابب اتكلم على الشكل. وحشنا شكل الجمهور، فرحانين اللعيبه وهي نازله، وشريف اكرامي هو نازل يسخن. هو ده اللي عايز اقوله لحضراتكم، شريف اكرامي هو نازل، الجماهير ابتدت تشجعه، محمد الشناوي والكابتن طارق سليمان. الشكل كمان الاكثر من رائع، الكره للجماهير، وهنقولها مرارا وتكرارا، الشكل الجميل، الشكل الرائع اللي احنا شايفينه حاجه. هو ده المنظر الطبيعي رغم ان هم 5000، ولكن الالتزام اللي موجود، التشجيع اللي موجود ده بيخلينا كابتن سمير للامانه نطالب بعد كده، قبل كمان المباراه ما تخلص، احنا نطالب الجماهير تبقى موجوده. هي بدايه زي ما اتفقنا كابتن شادي النهارده، البدايه هي الجماهير، بدايه الجماهير لما تقنعك ان هي ملتزمه، عندها قناعه ان هي موجوده للفريق فقط لا غير، بعيد عن المشاكل، تقدر كل الطرق تفتح، تقدر ان انت تفتح كلام، تقدر ان انت تتكلم على الجماهير، عوده الجماهير في الدوري وافريقيا زائد المنتخب، ان احنا داخلين على كاس عالم. الشكل العام اللي احنا شفناه يا كابتن النهارده حاجه تفرح وحاجه جميله، بدايه من جماهير النادي الاهلي النهارده، تبقى حاجه جميله للكره المصريه وجماهير الكره المصريه، ان هم النهارده يبقى الشكل شكل مشرف، بيشجعوا باسم مصر اولا ثم جماهير النادي الاهلي. كابتن سمير هرجع